الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتواصل معكم في هذا المساء لنتابع مع حضراتكم انطلاقات هجني أصحاب السمو والشوق والسعادة، مع انطلاقات الكبار، مع انطلاقات سن الحيلة والزمول في منافسات سباقنا المحلي الرابع. نصل في هذه اللحظات إلى انطلاقة سادس أشواطنا المسائية لنتابع معكم انطلاقة تخص الزمول للمسافة، هي 6 كيلومترات إلى خط النهاية. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة والمنطلقة في هذا الشوط. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأسماء المتقدمة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نعلن تواجد الذيب على مقدمة الشوط في شعار هجن الغرافة، ضمره سعيد بن راشد الزعبي، يقدم انطلاقة الذيب على المركز الأول. ننتقل مباشرة مع ثاني المراكز، نتابع التواجد في هذه اللحظات من مختال اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية، ويضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم مختال على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما في ثالث المراكز، المركز الثالث، نتابع التواجد في هذه اللحظات والوصول من ضيف القادم بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا مختال وضيف في منافسات هذا الشوط. بينما في المركز الرابع، تابع الانطلاقة في هذه اللحظات من لوسيل القادم بشعار هجن المرخية، يضمر سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري، ناخذ المركز الخامس. تابع الاسم القادم وصل فراع في هذه اللحظات بشعار هجن المرخية، يضمره عوض بن سعيد بن هدوم لوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للخمس الأسماء المتقدمة في أول ندى في تحديات ومنافسات هذا الشوط، شوطنا السادس من أشواط الخير والبركة والمحبة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، لسباقات الهجن في منافسات الكبار، في انطلاقات الكبار سن الحيلة والزمول. نتابع هذا المشهد الجميل على أرضية الميدان في أمسية والأروع على أرضية ميدان الشحانية. عودتنا إلى الشعار الغرفاوي المتقدم في هذه الانطلاقة من خلال تقدم الذيب على مقدمة الشوط، يحمل لشعار هجن الغرافة، يتقدم في هذا الأداء الممتاز بشعار هجن الغرافة، هو ضمره سعيد بن راشد الزعبي، يتابع انطلاقات الذيب وحضوره في هذا المساء بالشعار الغرفاوي. بينما من الجانب الآخر نتابع التواجد من مختال مع ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية، يضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الثالث مع ثالث المراكز، نتابع ونجد التقدم أيضا من لوسيل اللي خذ المركز الثالث والذي يحضر بشعار هجن المرخية، يضمره سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري. ناخذ المركز الرابع، في رابع المراكز نجد ضيف في هذه اللحظات يحمل الشعار هجن الشحانية ويتقدم في هذه المنافسات الجميلة، يتابع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابع انطلاق وتحديات ضيف على المركز الرابع. أما في خامس المراكز مشاهدين الكرام، نجد على المركز الخامس في هذه اللحظات الوصول من فراع القادم بشعار هجن المرخية، عوض بن سعيد بن هدوب لوهيبي، يتابع هذه الانطلاقة مع انطلاقات فراع على المركز الخامس. نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة في هذه المجموعة الأولى المتصدرة مع تحديات هذا الشوط، ولكن هناك كوكبة حاضرة منطلقة مع الكادر السفلي من قناة الريان الفضائية، نتابعها في منافسات هذا المساء والتحديات هذا المساء. يسير سادس الأشواط بجديد الإثارة والتحدي والمنافسة مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نتابع معكم أيها الإخوة الكرام هذه الانطلاقة وتحديات هذا الشوط بقيادة الذيب، الذيب 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 في مقدمة الشوط بالشعار الغرفاوي الذي لا زال يسيطر على مجريات الأمور، يسيطر على الصدارة من خلال هذه الانطلاقة الجميلة مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. هي ضمره سعيد بن راشد الزعبي، يتابع انطلاقة الذيب، هناك الجنرال حاضر في هذا التقدم مع الذيب على المركز الأول والصدارة الأولى. انتصفنا المسافة مع 3 كيلومترات، تبقى لنا النصف الآخر وهناك أيضا منافسات جديدة مع 3 كيلومترات الأخيرة
في هذا الشوط نتابع شعار هجن المرخية القادم مع المركز الثاني. بدأ فراع في هذه اللحظات بالتقدم الجميل يغير من مركز الآخر ليصل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات بشعار هجن المرخية. عوض بن سعيد بن هدوب لوهيبي يتابع انطلاقة وتحديات فراع على المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث. مع ثالث المراكز نتابع ضيف من هجن الشحانية. وصل المشاغب الذي بدأ يقدم لنا ضيف بمقربة من الثنائية يسير مع عمق الميدان من خلال تقدم ضيف على المركز الثالث بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتابع انطلاقة ضيف في المركز الثالث. وفي رابع المراكز تابع المربع الذهبي الذي بدأ يكتمل مع لوسيل القادم بشعار هجن المرخية ويضمره سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري الذي بدأ يقدم رباعية المقدمة من خلال تقدم لوسيل. ناخذ المركز الخامس في هذه التشكيلة الجميلة مع الخماسية المذاعة. يصل مشاهدين الأعزاء مبعد القادم بشعار سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني راشد بن عبد القادر البلوشي. وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا انطلاقة مبعد في المركز الخامس. وصلتنا الأسماء. بدأ الجميع بالاقتراب في هذه اللحظات وبدأت التحديات، بدأت الإثارة على أرضية الميدان في انطلاقة هذا الشوط وفي هذه الأجواء المنافسة، أجواء التحدي، أجواء استثنائية على أرضية ميدان الشحانية في هذا المساء، في هذا المساء في سباقنا المحلي الرابع بخاتمة أيامه في هذا اليوم. نتابع معكم هذا المسار الجميل مع مسارات الأصايل المقدمة الصدارة. فراع 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 القادم بشعار هجن المرخية. عوض بن سعيد بن هدوب لوهيبي يقدم انطلاقة فراع يسير مع فراع في هذا التحدي الجميل. كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. الذيب على المركز الثاني بشعار هجن الغرافة. سعيد بن راشد الزعبي من يتابع الذيب على المركز الثاني. في ثالث المراكز ارصد الوصول في هذه اللحظات. وصل مسعيد سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد بن هادي الجربوع المري المركز الرابع. شوف القدوم في هذه اللحظات والتحرك من لوسيل من هجن المرخية. أسعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري. ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام أحلوة المنافسة. وصول جميل من زكريت القادم بشعار هجن الشقب. وصل هادي المضمرين أسعيد بن عبد الهادي الشهواني. تابع هذا المشهد الجميل على مقدمة الشوط في أجواء الكيلو متر الأخير. أجواء الكيلو متر المثير. نتابع منافسات التحديات الأخيرة. ولكن الشوط حتى هذه اللحظات مع انطلاقة لوسيل. لوسيل على مقدمة الشوط من هجن المرخية المنطلق مع المركز الأول الحاضر في هذا المساء يطمع بناموس هذا الشوط من خلال هذه الانطلاقة الجميلة. لوسيل في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة الأولى من هجن المرخية. أسعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري المركز الثاني. وصول من مشكور من هجن المرقاب حمد بن علي بن سعيد بن حلفان القادم. هنا مشاهدين الكرام وصل المبدع اشعلها في هذه اللحظات. والمركز الثالث ثالث المراكز فراع من هجن المرخية. عوض بن سعيد بن هدوب لوهيبي المركز الرابع شعار هجن الشحانية مع المشاغب. ولكن ثنائية المقدمة ما بين هجن المرخية وهجن المرقاب اللي غيرت في هذه اللحظات مع مشكور. مشكور مشكور انتزع المركز الأول انتزع الصدارة. هنا مشاهدين الأعزاء في هذا العرض النهائي في هذه التحديات الكبيرة. مشكور 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 من هجن المرقاب. ومشكور يا بن حلفان مشكور يا المبدع اللي تابع هذا الشعار مع انطلاقة مشكور. هنا يسير في التحديات النهائية. تهانينا لهجن المرقاب. التهنية موصولة لمبدع المضمرين حمد بن علي بن سعيد بن حلفان على فوز مشكور بالمركز الأول وانتزاعه ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الكرام من وصل مع ثاني المراكز كان الوصول من لوسيل من هجن المرخية بمتابعة سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المر المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من زكريت من هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني المركز الرابع.
المركز الرابع مشاهدي الكرام من وصل رمز من هجري الشحانية بمتابعة الشبل جابر بسالم وفاران المري. المركز الخامس وصل ضيف من هجري الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه نتيجتنا مشاهدي الأعزاء، ولكن عودتنا إلى ملخص شوطنا الماضي، وهذا هو مشاهدي الكرام مشكور لحظة وصول إلى خط النهاية قاطع مسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 38 ثانية 15 جزء من الثانية. تهانينا لهجر المرقاب، التهنية موصولة لمبدع المضمرين حمد بن علي بن سعيد بن حلبان الذي قدم لنا مشكور في منافسات هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصل لوسيل، توقيت لوسيل هو 9 دقائق 39 ثانية 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر المرخية، التهنية موصولة لسعيد بن حمد بن هادي الجربوع المري. ناخذ المركز الثالث وثالث المراكز مشاهدينا الكرام، هذه لحظة الوصول من زكريت اللي أخذ المركز الثالث وتوقيته الزمن 9 دقائق 41 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا لهجر الشقب، التهنية موصولة لسعيد بن عبد الهادي الشهوة.